وصل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية، وين أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم العشية بأن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وصل إلى جدة للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية اللي باش تنطلق فعاليتها غدوة الجمعة. رئيس الجمهورية كان غادر ظهر اليوم الخميس 18 مايو 2023 أرض الوطن في اتجاه المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. ولدى حلوله بالمطار الرئيسي استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة، أدت له التحية قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني. كان في توديع رئيس الجمهورية قيس سعيد نجلة بودن رئيسة الحكومة المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي. كما تم الإعلان عن وصول الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية. وفي وقت سابق كانت أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الأسد يتجه اليوم إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة، وذلك لأول مرة بعد 12 عام من الغياب. كما زاد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مطار جدة. أيضا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الواصلين إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في دورتها 32، ومن المنتظر أنه يتواصل توافد القادة العرب وقادة الدول العربية تباعا إلى جدة اللي بتشهد لقاءات جانبية ستجمع عدد من قادة وزعماء الدول العربية على هامش القمة العربية. للإشارة فإن القمة لتستضيفها السعودية تأتي وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، وتعمل من خلالها جامعة الدول العربية والقادة العرب على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. جلسة عمل وزارية لمواصلة النظر في ملف مراجعة منظومة الصرف. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية، يعني مجلس وزاري خصص لمواصلة النظر في ملف مراجعة منظومة الصرف اللي تنصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات اللي أعلنت عليها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. واستعرضت الجلسة مدى تقدم أعداد مشروع مجلة الصرف، وأكدت على أهمية الحرص على تضافر جهود كل الأطراف المعنية في إطار حوار ومقاربة تشاركية من أجل أعداد مجلة صرف تستجيب إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتدويل المؤسسات حتى تواكب التطور التكنولوجي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج. نمر إلى مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب اليوم رئيس المجلس إبراهيم بودربيلة أعلن خلال الجلسة العامة اليوم العشية عن توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس، وحسب ما تم التوصل لي في اجتماع رؤساء الكتل اليوم الصباح. رئيس المجلس قال بأنه تركيبة مكتب المجلس تتكون مبدئيا من 8 نواب مساعدين للرئيس في انتظار استكمال تركيبة المجلس بتقديم مجموعة غير المنتمين لمرشحين صلب المكتب ولعضوية مختلف اللجان في أجل أقصاه غدوة الجمعة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال إلى رئاسة المجلس. تكونت تركيبة مكتب المجلس حسب ما أعنوا بودربيلة كالتالي: نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون التشريع، مترشح أسامة محجوب عن كتلة الأمانة والعمل، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع رئيسة الجمهورية والحكومة المترشح سامي عبد العالي الكتلة الوطنية المستقلة، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية المترشح بدر الدين الجمودي كتلة الخط الوطني السيدي،
نائب مساعد لرئيس مكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المترشح أيمن البغديري، كتلة لينتصر الشعب. نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة المترشح عز الدين التايب، كتلة صوت الجمهورية. نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني المترشح محمد أمين الورغي، كتلة صوت الجمهورية. نائب مساعد للرئيس مكلف بالأعلام والاتصال المترشحة سيرين المرابط، كتلة الأحرار. نائب مساعد للرئيس مكلف بالتصرف العام المترشح فاضل بن تركية، الكتلة الوطنية المستقلة. نحب نقول زادة كيف بخصوص النواب اللي ما همش مازال ما أكملوش، ولكن فما يعني الغير المنتمين مازالوا ما قدموش ترشحات متاعهم. تقرر تنظيم اجتماع مكتب المجلس في الحصة المسائية غدوة الجمعة باش ينظروا في ترتيبة الجلسة العامة الانتخابية للجان ويبرمجوها نهار 3-23 ماي، ويقول بأنه باش يتم الانطلاق في عقد الجلسات الأولى للجان بإشراف رئيس المجلس ومساعدة نائبيه وانتخاب المكاتب في أجل لا يتجاوز 3 أيام من انعقاد الجلسة العامة المقرر نهار 3 الجاي، وش يتم اعلام النواب بمختلف المواعيد هذه في الابين وتبع لما تقدم من الاعمال التحضيريه الضروريه في نهايه الجلسه العامه اللي ما تجاوزتش اكثر من 9 دقائق. اعلن رئيس المجلس عن توزيع حصص غير المنتمين لعضويه اللجان القاره السياديه كالاتي: لجنه التشريع العام 4 مقاعد، لجنه الماليه والميزانيه 4 مقاعد، لجنة الحقوق والحرية 4 مقاعد، لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة 2 مقاعد، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري مقعد 1، وعدة يعني مقاعد أخرى. في المقابل النائب هشام حسني طالب بنشر قائمة النواب غير المنتمين إلى الكتل. اليوم كان في موزايك وصرح وقال بأنه لازم ينشروا القائمة متاع النواب حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، وقال بلغنا انه عدد النواب غير المنتمين للكتل هما 39 نائب بمن فيهم رئيس البرلمان اللي لم ينتميش معناها لحتى كتلة. وقال نحن غير المنتمين لا نعرف بعضنا البعض في الوقت اللي نص فيه النظام الداخلي على نشر قائمة نواب المنتمين لكتل وغير المنتمين، وقال بانه خرق النظام الداخلي في بداية المدة النيابية امر خطير ينظر بامكانية حدوث خروقات اخرى في المستقبل. واكد هشام حسني انه المهمة التشريعية باش تنطلق قبل نهاية شهر ماي الحالي، وأشار إلى أنه رئيس البرلمان سبق وإن أعلن ورود مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية على البرلمان طبعا من الحكومة.